أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب میں حلبی اکبر خان آج مولا امیر المومنین کا عید ہے تو آج بستوار جمعرات ہے آج 25 جنوری 2024 کو یہاں پر حلبی اکبر خان عید کی فضیلت کی موقع پر یہاں پر ویڈیو تھوڑا سا مختصر ویڈیو یہاں پر لینے جا رہا ہے تو غور سے صحیح سے دیکھئے خاص پروپر تھزگام خاص پروپر تھزگام میں یہاں پر آج امام باڑے کے میں اندر عید یہاں پر منانے جا رہا ہے تو لہٰذا صحیح سے غور سے سنیے قصیدہ حدیث يا عمال يا قوس كسر يوم اجل شنو عاد تبغى تو كذا ذات ما كتو
أنا قاعدين نسكت.
فتى يمكن من حاجه فتى باش من اصلا بقى قدر البنات سيبوا ما تاع انسان لا سيب ما تنسى زر وزيغا زر كان مسنين كان بس هاش هو لكن دي ما نور انت بالوشين ها تعالى دشمن كل صحبات من أبو جهل أبي سفيان وما يعني جنبال نبي الرومين يكون دشمن من تارات انجيل لزبون يخطان يكون مريم خاتم سو ديزو الشخصيات في أمرات الدنيا بكتمشين وديزو سيان يكون وسيط تمشين علي دي على سيبه من يعني بتصعون سيبه هو يتنون وما يعني تهكية بس إسلام يعني خلص يعني بما مش عنه بس هذا الموقع من ديزو شعبون يكون هون الكوكيا أسي الليلة الكوكيا الجلد يا مالك يعني ده ليش أخذت اللين ده بيت دي استيس بون على رستم وشين رستم سنتي لاس كلمة تلاتي كان ده رستم سنتي بار كلمة شاشة مستمر أديس كلمة ما رستم سنتي بار شاشة جبرين تيجي كلمة أديس كلمة ما رستم سنتي بار ما شاشة دهون ما ده دي ربعون ده سنين نفسه ده لو هي أخير ما شاي انا يعني مثلا يومين سبعه وخمسه يعني ني ده شغل يوم كثير ده من اللي قالوا لنا ايش قالوا لنا صار انا يومين ده عمل ده سبعه ها سبعه انا يومين ده عمل ده سبعه ما درسه خمسه ان شاء الله ان شاء الله ها ما ترى اني يومين تقريبا ها ما تحنيش لا مشكلات في هذا اني يعني متفضل هذا على ايها المقتصد ان هذه يومين هذه بشهادة من بشهادة شهادة منا صفوان ذلك الحمد جبتوا للعشق أمين ومين جبتوا مجيد يعني خلافات دوران خلافات دوران يعني كوفيكا مجيد يعني أمين ومين جبتوا أزار يعني جاكشو علم نجيسو تجا عدالتي من قصية سمين ومين صفوان وزن أمين ومين جبتوا لك أزار من مصفر يا مولاد نيكم مالا بناج مهمية تبقمين ومين هاري سزار بتوان وشيء زي ده أما دي ياسين يا طلابي صاحب كان امير من حكومة بس 1000 فوت شيء كورس تو تي تبغى بس كان الاعلان بس اسكا علي يا خروج ولي خاص شيعتها بنايس ازاك الشيء اعلان بس اليوم او دون جلس شيء فوت تي كورس تو تي كان على اي على ما ياسين يا طلابي امام حكومة جالا ما دام انه يقدر حكومة بس هذا هو ما كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.